السلام عليكم أخواتي. اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل هذا الشال بهذه الغرزة كشكل أناناسة أو فريزة أو فراولة، سمونها كما تريدون أخواتي. المهم هو شكل غرزة جد سهل، والشال كله جد سهل، فقط يكفي أن تعرفنا البداية. هنا يكون شكل هذه البداية مكرر على هذه الجوانب هكذا، والبداية في الوسط، بداية هذا المجسم أو هذا الشكل يكون مكرر هنا في الوسط فقط. أخواتي، أتمنى أن أوصل لكم فكرة عمل هذا الشال بالتبسيط وأن يعجبكم. فقط يكفي كما قلت الانتباه لهذا الشكل في الأول، لأنه يتكرر هنا، وهذا الشكل هنا فإنه يتكرر على مجموع هذا الوسط. لا تنسوني من دعمكم أخواتي وتشجيعي لأستمر في إعطاء المزيد، وإذا كنتن ترغبن في المزيد من عمل هذه الشالات سواء المستطيل أو هكذا المثلث، اتركنا لي تعليق وسأعمل لكم أشكال متنوعة. وشكرا لكم، نمر إلى طريقة العمل. بسم الله أخواتي، نبدأ على بركة الله. نحتاج إلى كروشيه رقم 3 ميلي، والخيط بهذا السمك. أنا عندي رقيق نوعا ما، عملته على 2 شعرات. أنتم اعملنا بالكروشيه المناسب للخيط الموجود عندكم. بسم الله، نعمل 4 سلاسل هكذا، 1 2 3 4، ثم نعود لأول غرزة سلسلة ونعمل غرزة حشو هكذا، ثم 1 2، نملأ داخل هذه الدائرة عمود أول، ثم سلسلتين، ثم عمودين هكذا، عمود الأول ثم العمود الثاني، ثم سلسلتين، عمود الأول العمود الثاني، ليعطيني في المجموع عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين ثم عمودين. أدير الشغل، أنتقل فوق العمود الأول بغرزة حشو، وسط سلسلتين غرزة حشو، ثم أعمل غرزة باف، أرفع الخيط قليلا ما، ثم ألفه وأملأ هذا الفراغ بغرزة باف هكذا، 1 2 3، ثم أخرج الكل سلسلتين، ثم مرة أخرى داخل نفس الفراغ غرزة باف، 1 2 3، ثم أخرج الكل هكذا، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4. أذهب مباشرة إلى هذا الفراغ في الجانب وأكرر غرزة باف، 2 3، أخرج كل لفات عفوا سلسلتين، غرزة باف ثانية هكذا سلسلة هنا لكي أغلق الباف، عطيني هذا الشكل. أدير الشغل، أنتقل إلى وسط هاتي الغرزتين غرزة حشو، ثم أرفع الخيط مرة أخرى وأملأ غرزتي باف على طول الشغل وسلسلتين بينهما هكذا عفوا 3 لفات في الباف هكذا، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم هنا فوق 4 سلاسل في الوسط غرزة حشو، 4 سلاسل مرة أخرى، 1 2 3 4، ثم أذهب وسط هذه الصدفة من الباف في الجانب وأكرر نفس الشيء، غرزة الباف في جوانب والسلسلتين
لن يتغير ولن أكرر معكن أخواتي. ثم سلسلتين هكذا وأخرج الكل، ثم أغلق في الأخير بغرزة حشو. هكذا سأكرر غرزتي باف في الدور الموالي وأعود أخواتي. كررت الجانب، 1 2 3 4، هنا أعمل غرزة حشو هكذا، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، غرزة حشو فوق ال4 سلاسل الأخرى، 1 2 3 4، ثم أكرر الجانب ليكون هذا هو الشكل. سأكرر الجانب وأعود. هنا كررت العمل، سأعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم أذهب مباشرة إلى هذا الفراغ، عفوا سألف الخيط وأذهب مباشرة إلى هذا الفراغ وأملأ بالباف مرة أخرى، 1 2 3، كما قلت ألف الخيط لأعمل غرزة الباف الأولى هكذا، ثم غرزة سلسلة وأملأ داخل نفس الفراغ باف، 1 2 3، الثانية ثم غرزة سلسلة داخل نفس الفراغ غرزة أخرى، 1 2 3، أخرج الكل، ثم غرزة سلسلة والغرزة الأخيرة من الباف، 1 2 3، ثم أخرج الكل، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، وأذهب مباشرة هنا إلى الجانب وأكرر الجانب. سأكرر الجانب وأعود أخواتي. هنا كررت الجوانب، سأعمل 4 سلاسل مرة أخرى، 1 2 3 4، ثم فوق هذه السلسلة الأولى التي تصادفني من 4 غرزة حشو هكذا، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم داخل هذا الفراغ داخل هذه السلسلة وسط الباف سأعمل باف، 1 2 3، ثم سلسلة بين هاتي وهاتي مرة أخرى باف، 1 2 3، غرزة سلسلة ثم مرة أخرى، 1 2 3، أربع سلاسل. هنا كما تلاحظن أخواتي كان عندي 4 غرز باف، أصبح الآن 3، 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم أعمل هنا غرزة حشو فوق ال4 سلاسل غرزة حشو، 4 سلاسل مرة أخرى، 1 2 3 4، ثم أكرر الجوانب. سأريكم فقط الشكل هكذا، سأنهي الجوانب وأعود. هنا كررت الجانب، سأعمل مرة أخرى 4 سلاسل، 1 2 3 4، هنا الشغل فقط بالباف و4 سلاسل، ثم فوق هذه السلسلة غرزة حشو من 4 سلاسل طبعا، 1 2 3 4، فوق هذه الغرزة 4 سلاسل غرزة حشو مرة أخرى، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، وأذهب وسط هذه الباف وأعمل باف. هذا الموديل جد سهل. ثم سلسلة بقي عندي، كما قلت أخواتي بقي عندي هنا غرزة باف واحدة أخيرة، عفوا لأنه عندي 2 في هذا السطر، كما تلاحظنا بقي عندي 2.
أربع سلاسل مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم أذهب فوق الأربع سلاسل الأولى غرزة حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا مرة أخرى غرزة حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وأذهب إلى الجانب. هنا بدأت في تشكيل هذا، هنا هذه الأربع سلاسل تشكل عندي بداية هذا النموذج. سأكرر الجانب وأعود. هنا وصلت إلى هذه المرحلة، سأذهب مباشرة كما تلاحظين أخواتي مباشرة إلى داخل هذا الفراغ، يعني هنا سأعمل أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم أذهب هنا وأعمل أربع غرز باف، واحد اثنان ثلاثة، خرج الكل سلسلة فرق، ثم أكرر، أكرر أربع باف وأعود أخواتي لكي لا أطيل الفيديو. هنا عملت أربعة باف، أعمل الآن أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم أذهب مباشرة هنا إلى وسط هاتين المتبقيتين في الوسط وأعمل غرزة باف واحدة هي المتبقية عندي، ثم أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وأكرر هنا أربع باف، يعني ما عملته هنا سأعمل هنا أربع باف، غرزة باف بينهما غرزة سلسلة، ثم أربع سلاسل وأكرر الجانب، أكررهم وأعود أخواتي. كنت سأكرر لكن لكي لا تتقعوا في الغلط، أنا عملت أربعة ثم أربع سلاسل، ثم مباشرة هنا سأذهب إلى هذه الجوانب، فقط هذه كي لا تقع أي أخت في الخطأ، هكذا وأكرر سلسلتين، سأكرر الآن وأعود. هنا كما تلاحظ كررت الآن أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، سأكرر هذه المرحلة. هنا عملت أربع سلاسل، هنا غرزة حشو هكذا فوق الأربع سلاسل، ثم أربع سلاسل مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم أذهب هنا وسط السلسلتين السلسلة عفوا، وأعمل باف مرة الأولى ثم الثانية والثالثة هكذا، ثم سلسلة وأملأ مرة أخرى باف، سأملأ هنا وأعود أخواتي. كما تشاهدين أخواتي كررت ثلاث مرات، الآن أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم هنا غرزة حشو، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم فوق هنا فوق هذه الباف لن أعمل شيء، سأذهب هنا مباشرة وأعمل مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم أملأ هنا وأكرر ما عملته في هذا الجانب سأعمله في هذا الجانب، يعني ثلاث غرز باف هنا، أربع سلاسل، أعمل هنا غرزة حشو، أربع سلاسل، ثم أذهب إلى الجانب، سأكررهم أخواتي لأنه مجرد تكرار. هنا كما تلاحظين أخواتي بدأ الشكل يظهر، كلما عملنا أربعة غرزة باف في هذا الدور أو في هذه المرحلة نعمل أربعة غرزة باف، عندما نعود سنعمل هذه الثلاثة، يعني سنبدأ بتشكيل المرحلة الموالية مثل المرحلة الأولى، يعني هكذا ثلاثة ونكمل. الآن سنعمل هنا هذه الدائرة التي نملأ فوقها الأربع غرز الباف، يعني سأشرح لكم، دائما أشرح اليمين واليسار هو تكرار. سنعمل أربعة، واحد أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا غرزة حشو فوق أربع سلاسل الأولى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذه هي الدائرة التي سنملأ فوقها غرزة الباف كما تلاحظين أخواتي، ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا سأملأ فقط
غرزتي باف، لأنه الشكل بدأ بال هكذا يغلق، ثم سلسلة هكذا باف، ثم 4 سلاسل، 2 3 4، ثم سأذهب كما تلاحظين أخواتي. هنا كما تلاحظين أخواتي سأشرح هكذا، لأن هنا عندي الدائرة التي أملأ فوقها هذه الأربعة هنا في الجوانب فقط، التي حتى أعود وأملأ هنا، لا هنا سأملأ مباشرة عندما تنغلق هذه، أجد هذه الدائرة أملأ فوقها، يعني هنا عملت 4 سلاسل، سأذهب مباشرة هنا وأعمل هذا، والتغيير فقط يعني في الدور الذي سأملأ هنا 1 وأكون سلاسل، لن أنتظر حتى أملأ هذه ثم أملأ هنا، يعني هنا سأملأ مباشرة هذه الدائرة قبل ملء هذه، يعني ليكون الشكل مباشرة فوق هذا. لا أعرف كيف سأشرحها، أتمنى أن تفهمنا أخواتي حتى أصل إلى المرحلة الأخرى وأريكم. يعني هنا 4 باف هكذا، ممكن ملء بأربعة أو 4 لفات أو 3 حسب الرغبة. هكذا ملأت هنا 4، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، أملأ هنا 2 باف، عفوا ملأت هنا 2 باف، ثم 3 سلاسل، 4، ثم هنا غرزة حشو، ثم 1 2 3 4 غرزة حشو، 1 2 3 4، ثم الباف في الجوانب فقط. عند إكمال النموذج تظهر الدائرة فوق النموذج الآخر، نملأها بالأربعة، يعني كلما تكونت عندنا تلك الدائرة التي نملأها بأربعة باف نملأ كما تلاحظ. هنا الآن في الدور الموالي سأملأ هنا وأملأ هنا وهنا وهنا، سأملأ فقط ب3 باف، وتتكون عندي مرة أخرى هنا، سأكمل هذا الدور وأعود أخواتي لكي تفهم. الآن سأملأ هنا 4 باف، عملت 4 سلاسل طبعا، سأملأ 4 باف وأعود لكي أريكم. طبعا 4 سلاسل كما قلت، وأدخل داخل هذه الدائرة المكونة هنا، ملأت 4 باف، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، ثم أذهب هنا بقي عندي 1 سأملأها، 1 2 3 هكذا كما تلاحظين أخواتي، ثم 1 2 3 4، ثم أذهب مباشرة بين هذه الباف هنا كما قلت مباشرة هنا، ليس على هذه السلسلة، بل لأن هذا فوق هذا النموذج لن أملأ هنا، وسأملأ الباف كما قلت هكذا، ثم سلسلتين، الآن سأملأ فقط 3، ثم 4 سلاسل، 1 2 3 4، أذهب إلى هذه المرحلة أو هذا الموديل، ثم 1 2 3 4، وأملأ داخل هذا الفراغ ب4 باف، يعني مجرد تكرار فقط، سأريكم الشكل هكذا فقط.
ممكن العمل فقط من الملاحظة أو المشاهدة فقط. ثم 4 سلاسل بعد ملء غرز الباب فوق هاته، ثم أذهب إلى الجوانب. كملاحظة أخواتي، الجوانب تكون هي مكررة فقط، يعني هذه النماذج في الجوانب مكررة، والوسط أو فوق كل نموذج من هذه النماذج في الوسط يكون نفسه مثل هذا. سأشرح كيف ذلك بعدما أنهي هذه الجوانب. هنا 4 سلاسل، 1 2 3 4. ثم هنا داخل هذا الفراغ سأعمل هكذا، 1 2 3 4. هنا 3 باف، 1 2 3، 1 سلسلة فرق، يعني الجوانب لكي أكون تلك الدائرة سأعمل سطر ثم سطر حتى يتبقى عندي هنا 2 ثم أملأ. أما هنا الوسط لا، يعني أعمل فقط الدائرة تكون لوحدها بعد غلق الدائرة الأولى، بعد غلق النموذج الأول، 1 2 3 4. هكذا هذا ما حاولت أن أشرحه. هنا عملت هنا سأعمل 1 2 3 4، ثم غرزة حشو هنا، ثم 1 2 3 4. ثم أذهب إلى هذه وسط هذه الغرزة وأعمل وأملأ. ما أردت شرحه هي هذه الدائرة التي أملأ فيها أو فوقها غرز الباف، يعني هنا بعد ملء 3 في الدور الآخر سأملأ هنا سأكون هنا الدائرة، ثم أملأ هنا، وفي الدور الآخر سأملأ هذه الدائرة. أما هذه الدائرة هنا في الوسط، يعني وسط الشغل، تملأ مباشرة قبل انغلاق هذه هنا حتى الدور الآخر. لا أعرف كيف أوصل المعلومة، يعني هنا تكونت عندي الدائرة وهنا ليس بعد، لأن الوسط تتكون فيه الدائرة بعد غلق هذا النموذج. هذا ما أردت شرحه، يعني سأكمل على هذه الطريقة، يعني غرز باف وأربع سلاسل تتكون عندي الحلقة، أملأها بالباف هنا وهنا فقط. أما الجوانب فهي تتكرر، سأعمل جزء من هذا النموذج وأريكم أخواتي في بداية الشغل. وأتمنى أن يعجبكم، ولا تنسوني من دعمكم أخواتي بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. طبعا اشتراك هو باللون الأحمر، اضغطوا عليه وفعلوا الجرس، ولا تنسوا وإعجاب طبعا إذا أعجبكم شغلي، وبارتاج أو مشاركة لأعمالي مع أخواتكم أصدقائكم أخواتي لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم. إذا لم تفهمنا أخواتي أي نموذج أو أي شرح، ممكن ترك تعليق لكي أشرح لكم أخواتي. وشكرا للمشاهدة.